كان وحاضو أخردا سيد النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو مسود هذا والنبي محمد ودقة عجية إنه أذكر كرب إنه كنا قاعديو ما بركة إلا جهنا واصح إن أجر لجهنا واصح إن إله لوجد هذا واصح لكن واحد آخر سك قرآن واحد إلهي ما كنا بقول هذا صلى الله عليه وسلم وأكلها إن سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا نبي قال إلهي كيف إنا سنلقي محمد عيار ما صلى الله عليه وسلم قرآن بانكو قصور دعا قرآن كاسوا ألوسيا سنلقي عليك قولا ثقيلا بمعنى حلك يمسؤولية وليس قرآن كسهرية وألوسيا حبيبك في ألوسيا صلى الله عليه وسلم إنك بحيو نقول نقر يا مركا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا حلك الدين هذا قلص يوحي جاء قلص إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض من الجنة فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان أمانة بوره قاد كريم وهينا أكحنتي بربرسك لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز سبحانه وتعالى يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض هذا القرآن بوره مقالنا ونحمت مقالك أنبياء الإلهي من علاسكويا محمد بن علاسكويا صلى الله عليه وسلم أنت يا مؤمن أذيبنا سيقول لك مقالنا في الإلهي سبحانه لا إله إلا الله محمد رسول الله